تعالي يا لولو. بما انك داخله على المدرسه عايزاكي بقى تدوقي البطاطس دي وتقولي لي عاملاها لك في اللانش بوكس ولا لا. ماشي يلا. بصوا بقى عايزاكم تسمعوا الكرانش بتاعت ايه البطاطس. بصوا سامعين؟ وبصوا من جوه الجبنه سايحه كده، حاجه يا جماعه شغل عالي. بسم الله. سخنه، شوفي كده كويسه، تحفه الجنة بجد. هتاخدي معاكي في اللانش بوكس ولا هترجعي لي بيه؟ لا هاكل. وتشاري مع اصحابك؟ هاكله انا واصحابي كلهم. ماشي. وزي ما انتوا شفتوا لولو قالت لكم اهو اعتمدت الوصفه. ازيكم يا حلوين، يا رب تبقوا كويسين، وحشتوني. يلا بقى لينا باك تو سكول، بس انا مش مستعده خالص لباك تو سكول. مين عايز يصحى الساعه 5 الصبح يعني عشان يعمل لانش بوكس؟ بس انا هديكوا تيبس كده تعملوها للولاد الصبح في السريع. هنعمل بطاطس كروكي بالشعريه، يا دوبك بس هتصحوا وتقلوها وخلاص. يلا بينا. انا ضحكت عليكم وعملت البطاطس انا لوحدي بصراحه، سلقناها وايه وهرسناها كويس قوي. يلا بقى نحط المكونات بتاعتنا بسرعه. هنحط بقسماط 4 معالق كده حلوين عشان تمسك معانا، وهنحط نشا ذره ماشي 4 معالق برضو. طبعا انتوا عارفين انا ايه بحط بالبركه، دول صفار صفار بالطين هنحطه اهو. بصوا بالطين اهو. وهنحط ثوم باودر وملح وفلفل، طبعا ملح والفلفل ايه حسب الرغبه. يلا بقى هنقلبها كلها جامد 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 كله، هنمكس. احنا ليه حطينا بقى النشا وحطينا البقسماط؟ علشان البطاطس تمسك، عشان لما نيجي نقليها ما تفرولش مننا، فعايزينها تبقى ماسكه كويس قوي. وصفار البيض ده هيساعد على كده برضو كمان. عايزين بقى نميكس كله عشان ايه، لحد ما يبانش يعني. بصوا شايفين شايفين النشا وشايفين البقسماط وكل حاجه، انا بقى عايزه كل ده يختفي مع بعض. دلوقتي ايه عملناها كلها بقت عامله زي كانك ايه عامله عجينه بقى بيتزا، عجينه بتاع يعني، تحسيها كده عجينه في ايديكي مش بطاطس. فهنكورها ماشي، نكور كده وبعدين نعمل زي خرم كده ظريف نحط جواه. يبقى جبنه، عايزه تحطي لحمه مفرومه حطي لو عندك حبه كده ولا حاجه ماشي اهو. ونقفل كده ونقور. وبعدين هنحطها في بياض البيض، بس انا الكور بتطلع اكتر يعني احلى من كده، بس احنا عملناها ايه في السريع. وبعدين هنحطها في الشعريه مش في بقسماط. في ايه يا جماعه؟ شعريه. بصوا هتطلع كريسبي خطيره، بصوا المنظر اهو، والشعريه ماسكه وكل حاجه. هنحطها ونعمل بقى تاني. بصوا بقى احنا اهو عملناها، ما كورناهاش، بططناها كويس علشان ايه البطاطس تستوي. وبصوا انا عملت كبير بصراحه عشان ايه ننجز، بس انتوا ممكن كده تروحوا واخدينها حاطينها وحاطين ما بين كل واحده وواحده، بس حطوا اللي هو الورق بتاع الثلاجه وحطوها فرزنوها عادي جدا. الصبح هتصحوا تقلوا وخلاص شكرا. يلا بينا نقلي بقى كده واحده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا جماعه، بصوا الشعريه شكلها حلو ازاي، ومفيش بقى فتفت البقسماط اللي بتبقى في الزيت بقى والكلام ده كله. بصوا الشعريه هتطلع كريسبي خطيره. وبعدين بصوا والله مفيش حاجه في الزيت اهو، يعني هتطلعوها وماسكه نفسها كده وحلوه. بصوا اهو، بصوا بنقلبها خطيره، هتعجبكم. والله يا جماعه تسلم ايديا، تسلم ايديا. بصوا احنا وصفتنا خلصت، بس تعالوا بس عايزه اوريكم حاجه في الزيت. تعالوا بصوا بقى الزيت، يعني حبه شعريه هما اللي وقعوا، مش زي بقى البقسماط يفرفك لنا وما نعرفش نستخدم الزيت تاني. ده سهل تصفوه وتستخدمه تاني. وما تنسوش بقى تدعولي وتدعوا لاخويا.
كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.